بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا النهاردة حلقة طلبات الجروب، حلقة البرايم نمبرز. كان حد من ولادي سأل على البرايم نمبرز، ازاي بيجي في السات، هو داخل سات، وكمان هو بيجي في الاكت اس تي. برايم نمبر بيجي في سات 1 واكت عادي جدا، اكت 1 طبعا، وبيجي في سات 2 ماس 1 او ليفل 1، وطبعا داخل احيانا في ليفل 2، بس في ليفل 1 كدرس او كسيلبس موجود، وبيجي في اكت سبجكتس ماس في الفرعي. طيب ايه هو البرايم نمبر؟ هو انتجر، وبوزيتيف يبقى انتجر بوزيتيف more than one، أكبر من one، integer positive more than one، and عنده صفة مهمة جدا، has only distinct only different factor اتنين، two different factor، has only two distinct different factor. مين هم؟ لازم يكون الرقم نفسه والone يكون number and itself. طيب ناخد اكزامبل وبعدين نكمل باقي الخصائص او التعريفات بتاعه البرايم، ازاي بنتعرف عليه. لو قلنا 6 برايم ولا لا؟ 6 تايمز 1، ادي تو فاكتورز. مين هم الفاكتورز؟ فاكتور اوف نمبر ويتش ار جيت ذا نمبر اتسيلف باي ذا بوث برودكت. So 1 times 6 is 6, 1 with 6 is factors. 2 times 3 is 6, so 2 with 3, 1 with 6 factors. يبقى عندنا كم factors؟ 4. طيب ال 4 prime ولا مش prime؟ نشوف 4 times 1 ونسكت؟ لا، ده معانا 2 times 2 وده perfect square. يبقى كمان ال 4 not prime عشان عندنا 1 2 3 factor، هنا عندنا 1 2 3 4 factors. طيب لو قلنا ال 5 مثلا، ال 5 ما فيش الا 5 multiply 1، يبقى ال 5 is prime. 7 7 multiply 1، 7 is prime. طيب نكمل بقى الخواص. كل ال prime numbers are positive. Smallest prime number is 2، يبقى أصغر prime معانا is 2. 2 also is only even prime number، الوحيد الـ even الـ 2. طب الـ 1 مش prime number؟ الـ 1 not a prime number. ليه؟ عشان only has one factor، 1 itself مش معاه حاجة تانية. Only has one factor. طيب يبقى كده نطلع بقاعدتين مهمين جدا. السكوير او البرفكت سكوير اذا كان ايفن ولا اود، مين بيرفكت سكوير نمبر؟ اللي هما 1 4 9 4 باي 4 16 25 and so on. البرفكت سكوير از نوت برايم نمبر. البرفكت سكوير نوت برايم نمبر. الـ even number not prime number except 2. 2 only is even and prime. يبقى دول not prime number. الـ negative not prime. يبقى لازم يكون positive. الـ decimal not prime. يا رب تكون وضحت يعني prime numbers. طيب اللي بعد كده يا مستر، لازم نعرف prime numbers from 1 up to 100. مين prime numbers هنا؟ دول اللي ممكن يتسأل فيهم في السات والاي سي تي. طبعا هنبدأ ب أصغر prime number و even also is 2.
طيب ومين تاني بعد كده 3 برايم نمبر 5 7 يبقى دول اللي قبل ال 10. طب بين ال 10 وال 20 11 13 ممكن كمان نغير لون عشان نحفظها بالالوان ونحفظها باللوجيك ممكن نستيل كير اللي بين ال 10 وال 20 11 13 17 19 دول لغايه او قبل ال 20. طيب بين ال 20 وال 30 23 و 29 دول البرايم. طيب من ال 30 لل 40 31 is a prime و 37 is a prime. نقول كمان من ال 40 لل 50 41 is a prime 43 is a prime 47 is a prime. طبعا 49 لا 50 لا لان دول عندهم 49 is a perfect square مش prime والاوله 5 كمان مش برايم الاوله 0 مش برايم زي ما اتفقنا اي ايفن مش برايم سو كل البرايم اود ما عدا 2 خدوها رول زي ما قلناها قبل كده. نخش بقى بين مين؟ بين ال 50 وال 60. بين ال 50 وال 60 ويكون برايم نمبر عندنا مين؟ 51 59 51 59 وعندنا بعد كده هناخد من ال 60 ل 70 عندنا رقمين 61 67. طيب في ال 70s مين في ال 70 برايم؟ عندنا 3 في ال 70 3 numbers 71 is a prime 73 is a prime 79 is a prime. بعد ال 70 في ال 80 عندنا 83 89 عندنا مين 83 89 دول في الايتيز بس اتنين يبقى فاضل لنا بس الناينتيز. في الناينتي في عندنا بس البرايم نمبر هو 97 دول قد ما نقدر نحفظهم. طب هما كم عدد البرايم نمبرز؟ انفاينايت نمبر عدد لا نهائي نقدرش نعدهم بس طبعا مش موضع سؤال ان احنا نحصيهم في الامتحان نعمله كاونتينج الا من ال1 لل100 اللي ممكن نتسال فيهم وممكن اكتر من كده بشويه. بس لو احنا عارفين دول اي سؤال تاني سهل هنشوف دلوقتي في الاسئله اللي هنجيبها. في اسئله طبعا بيسالنا على اكتر من 100 بس عند ال100 لو انا دارسهم كويس جدا اقدر احدد بسهوله مين اكبر من ال 100 ويكون برايم. نخش على جزء تاني برايم فاكتورز. اخذنا برايم نمبر دلوقتي في كلمه ممكن تيجي مع البرايمز اسمها برايم فاكتورز. مين هم البرايم فاكتورز ويعني ايه برايم فاكتورز؟ تعال نشوف مع بعض مين هم البرايم فاكتورز. قبل ما نبدا في البرايم فاكتورز لازم نعرف يعني ايه فاكتور. Factor, like factoring or factorization, that can just be primary stage. في طريقة الـ vertically line كنا بنحط number from to right, like let's say 12. نعمل vertically long division like this, divided by 2, يدينا 6, divided by 2, 3, divided by 3 is 1. لو احنا بنتكلم على factors of 12 only, factor of 12 only, mean factors of 12, 1, 2, 3, لازم نضرب دول في بعض times يبقى 4 كمان, 6, 12 itself, all these factor of 12. لو احنا بنتكلم على prime منهم بس ده الدرس بتاعنا او البوينت الثانيه بتاعتنا البرايم اللي ليها علاقه بالفاكتورايزيشن. اكيد البرايم فاكتورز اوف 12 2 3 اونلي ال 12 ما عندوش الا 2 برايم فاكتورز 2 اند 3 ونقدر بيهم نطلع ال 12 ايكوال
2 and 3 only. ازاي البرايم فاكتورز يعملوا 12 بالبرودكت؟ بريبيتد 2 تايمز 2 3 تايمز سو 2 تايمز 2 4 تايمز 3 12 سو برايم فاكتورز از سفيشنت تو ميك ذا برودكت اوف ا نمبر. دي يعني برايم فاكتورز. طيب نقرا التعريف سوا. برايم فاكتورايزيشن of a number is the unique group of prime numbers. For any numbers, there are some numbers called prime numbers are prime factors of this number. أي رقم معانا group of number, group that should be prime numbers and is factoring or factors of these numbers. ندخل على بارت الأسئلة دلوقتي مع بعض. نبدأ نحل الأسئلة اللي بتيجي في الستاتس والإستي عن البرايم نمبرز. الأسئلة دي طبعاً الأوبشن لما يكون 5 يبقى السؤال بصيغة الإستي، لما يكون الاختيارات 4 بس بصيغة الستات 1، ولو 5 برضو بصيغة ستات 2 ليفل 1. أول سؤال معانا بيقول لو سم بتاع first seven prime يبقى لازم أسمع first seven prime numbers 2 3 5 7 11 13 19 17 يعني بقى sum يعني هنعمل لهم plus وبعدين divide by 2. طبعاً في أغلب الأحوال السؤال ده بيجي معانا كالكوليتر، بس in case لو جيب من غير كالكوليتر بنعمل إيه؟ بنجمع الأقرب لعقلنا. هنا المجموع 30، هنا 10 يبقى 40، بقى 40 و 10 50 51 51 و 7 58 يبقى المجموع بتاعنا 58 divided by 2 يبقى السم بتاعنا هنا هيبقى 2 معنا ال 129 يبقى option 2 أو second option is the right answer. نشوف السؤال اللي بعده. طبعا explanation هو اللي محتاج يشوف شرح. السؤال اللي بعده how many integers between 2 and 20 ويكونوا even only. تعال نشوف مين بين ال 220 و even 4. احنا بنجيب between 2 and 20 4 even 6 8 10 12 14 16 18. This is all numbers between 10 between 2 and 20 can be sum of two different prime numbers. يعني لو أنا جمعتهم between two different prime numbers يدينا النمبر itself. يعني برضو إزاي ده 2 plus 2 are prime numbers but not different. يبقى الفور بره prime numbers not different. هنا أنا عندي الـ prime numbers لازم أكون حافظهم طبعا زي ما اتفقنا 2 3 5 7 11 13 17. طبعا 6 في أي حاجة من دول equal 6 2 different prime number equal 6 مفيش يبقى 6 كمان out. طب مين الـ prime numbers يدينا 4 5 and 3. طب prime numbers مين يدينا 10؟ هنلاقي 7 و 3. طيب ال 12 هنلاقي 5 و 7. شفتوا قد ايه مهم حفظ ال prime numbers. مين في ال 14؟ ال 14 في ال prime numbers 11 و 3 يدينا 14 but some different prime numbers. دول prime numbers but not different. الـ 6 مفيش من دول يدينا الـ sum بتاع 2 numbers
dynastic number equals 6. طيب 16 13 و 3 واضحة جدا وسهلة 13 و 3. طيب مين تاني فاضل؟ ال 18. هل ال 18 في حاجة؟ برايم يدينا 2 برايمز يدينا 18. هلاقي 13 وال 5 يبقى 18. يبقى how many نعدهم سوا ونشوف الانسر كام. 1 2 3 4 5 6. يبقى عندنا 6 integer numbers are even between 2 and 20 which have two numbers primes adding to become the number itself. رب تكون واضحة. نخش على سؤال جديد explanation هو بالراحة اللي عايز يتأكد ويشوفه. معانا سؤال جديد يقول لنا define a series of consecutive prime numbers to be series or a series of numbers each prime in which there are no other prime numbers between them. There are not necessary consecutive numbers themselves. طيب الكلام حلو بس برضو في شوية غموض. Example هيوضح. For example, in numbers 5, 7 and 11 are consecutive prime. Also, there are not consecutive numbers. Given if x is, if x is the first number in a series. يبقى x لازم يكون الأول. Prime number. We call prime numbers. And the following could not be value of the last in the series. يبقى معنا series. وعدد series x. X first. Series of x prime numbers. يبقى خدوا بالكم. مهم جدا الحتة دي. تعالى نشوف مع بعض برايم نمبرز بتوعنا مين اللي قبل ال 20. السؤال مش بعيد لان احنا معانا لغايه 29 يبقى ممكن لغايه 20 نحفظهم. 2 3 5 7 11 13 بعد 13 17 19 23 29. مين من دول؟ نبدأ بتو أول واحد. تعالوا تشيك التو. لو بدأنا تو برايم وطول السيريس تو هو قال كده number first number is of series is x prime numbers وهم طول السيريس بتاعتها يعني تو ولازم البرايم اللي وراها 3 يبقى 3 تنفع تكون آخر السيريس بكده دي معانا. طيب بعد 2 عندنا مين؟ نتشيك 3. لو بدأنا 3 وعايزين طولها 3 عايزين 3 ورا بعض كده أولنا 3 ويكون اللينث 3 يبقى نبدأ ب 3 3 بعد 3 5 7 7 طولها 3 وآخر واحد فيهم 7 could be. طيب بكده ال 7 معانا. تعال نجرب ال 5. اول السيريز بتاعتنا 5 وطولها 5 يعني 5 7 11 13 17 نعد كده 1 2 3 4 5 يعني 17 كمان تنفع. طيب تعالوا نجرب ال 7 يكون اولها 7 سيريس وطولها 7 يبقى هنبدا بال 7 عادي جدا 7 11 13 17 4 4 عددهم 4 19 23 29. تعالوا نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 أولنا 7
وعددهم 7، آخر number could be 29. يعني كله نفع، كله نفع، ما عدا مين ما نفعش معانا اللي اختاره 31. طب برضه يا مستر ازاي 31 ما ينفعش؟ هو 31 اللي بعد كده. فلو خدنا النمبر اللي على الدور 11 وقلنا ال 11 تول سيريس، يعني ايه ال 11 تول سيريس؟ لازم يكون معانا 11 برايم نمبر. هل 31 هيكون اخر برايم نمبر رقم 11؟ تعالوا نشيك كده. 31 اولنا احنا جربنا لغايه 7، نجرب ال 11. يبقى اولنا هنا 11. 11 بعد ال 11 13 17 19 23 29 31 37. بصوا كده نعد، احنا لسه كمان يعني دول 1 2 3 4 5 6 7 8، يعني لسه في كمان بعد 37 41 9 43 10 بعد كده 40 50 53، يبقى اخر واحد 53. و31 ده مش اخر، not the last or the last number is prime، مش هينفع last number في series، اي series كان ايا كان فيهم بدايه 2 او 3 او 5 او 7 او 11. السؤال ده لو جه محتاج وقت ومحتاج تركيز ونفهم قوي عايز ايه. اللي محتاج اعده له بطريقه ثانيه يكتب، اعمل لنا كومنت، اكتب لي في الجروب واشرحه ثاني لوحده منفصل سيبريتد من الاول. يا رب يكون واضح. عيدوا الفيديو مره واثنين وتاكدوا ان انتوا فهمتوه. نخش على سؤال جديد. كنا قلنا في الخصائص بتاعت برايم نمبرز ما ينفعش يكون بيرفكت سكوير. يعني البي برايم نمبر يبقى بي سكوير نوت برايم، معروفه. والفاكتورز بتاعت اي برايم نمبر سكوير، سوري، الفاكتورز بتاعت اي سكوير نمبرز في ريبيتد فيها. ناخد اكزامبل، يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ تعال نقرا السؤال. طيب اف بي از ا برايم نمبرز، هاو ميني اني برايم نمبرز، خدوا اسهل رقم 2 او 3 أو 5، هنجرب على كله عشان تتأكدوا إن أنتوا فهمتوا. How many factors does B square have؟ تعالوا نجرب الـ 2. الـ 2 أعمله سكوير يبقى 2 باور 2 هيدينا 4. How many factors للـ 4؟ طبعًا 4 times 1 and 2 times 2 يبقى 3. طب شيك ده نفسهم 3؟ آه. 3 square هتعمل 9. 3 by 3 يبقى كده فاكتور 1 and 3 times 9 times 1 يبقى اي بيرفكت سكوير طالع من برايم، يعني برايم اهو بقى بيرفكت سكوير، هيدينا 5 multiply 5 و 25 by 1 ما فيش الا هم، يبقى 3 فاكتورز، يبقى 3 فاكتورز 1 2 3 لان هو برايم في الاصل اتعمل له سكوير. يبقى الـ right answer خدوا أي prime numbers اعملوا له square شوفوا الـ factors هتلاقوها 3. Any prime numbers تمام، حتى لو خدنا الـ 11 يا مستر هيبقى 1 2 1 يبقى 11 multiply 11 يدينا 1 2 1 1 2 1 times 1 يبقى دول 3 factors. يا رب يكون واضحة. نخش على السؤال اللي بعده. السم بتاع 4 consecutive integers 210، which of these 4 integers is prime؟ طيب السؤال ده بيجي كتير جدا وبيبقى ساعات ولادي مش بيحبوه. لما بفرض 4 consecutive integers بنفرض دايما بلس وماينس افضل واسهل لنا. يعني ايه؟ يعني لو في النص مثلا x يبقى ورا consecutive integers ورا بعض x minus 1 x plus 1 كده 3، ناخد x minus 2 أو x plus 2. ليه؟ عشان لما أجي أعمل لهم sum هم already consecutive، أجي أعمل لهم sum هنلاقي في أرقام طارت و x اتجمعت تبقى الدنيا بسيطة جدا. إزاي؟ تعالوا نجيب بقى السم بتاع دول اللي إحنا فرضناهم، دول الأسامشن بتاعنا، دول الأسيوم بتاعنا أو الأسامشن أو الليت.
لما نعمل لهم sum لازم يدونا 2 1 10. اعرف الارقام ومين منهم برايم. طيب نجمع like terms x x x x 4x minus 1 plus 1 طارت. شفت بقى ازاي سهلت بقت equal to 210. نعمل divide 2 افضل براحتكم او نطلع ده minus هي هيبقى الماينس يخرج يبقى بلس يبقى 2 1 2 بلس 2 all. ده للتوضيح انتوا اعملوها بسرعه وممكن نعملها بالاله في مفتاح سولف. هنعمل حلقه مخصوص للاله. هنعمل بقى ديفايدد 4 هنعرف الاكس اللي في النص ده كام. لما يكون ده ديفايد باي 4 بالكالكوليتر بسرعه طبعا 21 50 هيدينا 53 طبعا بالاله افضل لكم. طيب يبقى كده انا عرفت مفتاح الحل بتاعي الـ x 53. مين قبله؟ احنا فرضين x هنا هنمشي 2 بعده 1 قبله ورا بعض consecutive 52 50 1 54. مين منهم برايم؟ اكيد انتوا حافظينها من 1 to 100 53 is a prime. طيب ممكن كمان طريقه اسرع eliminate ده لان ده perfect square ده could be ينفع ده برضو eliminate عشان divided by 1 divided by 3 7 plus 5 12 divided by 3 ده ينفع divided by 3 eliminate يبقى الانسر كان ممكن تبقى ده او ده وتاكدنا ان هي 53. يا رب تكون وضحت. لو في أي استفسار على أي طريقة قولوا لي وأشرحها لكم تاني في الجروب أو هنا. ناخد سؤال رقم 6 اللي بعد. Which is the smallest prime numbers؟ طبعًا إحنا اللي قلت لكم بتيجوا حافظينها ده مش برايم ده مش برايم يبقى البرايم between 2 3 5 2 is smallest and even as well. 2 is smallest and even as well. إن شاء الله تكون كلير وسهلة. نخش السؤال اللي بعده. السؤال ده فيه تريك كده شوية مش حلوة بس يعني عايزين نجربها سوا وبعدين نختار وبعدين نعمل رول. تعالوا نشوف بتقول ايه. بيقول السؤال ده say p is a prime number which operation could possibly also lead to a prime number. خلي بالنا مش obligation مش must be prime numbers يعني ممكن تطلع prime ممكن ما تطلعش. طيب تعالوا نجربهم كلهم. لو قلنا ناخد example as a 5 لو بدأنا من تحت لفوق لأن الانسر هي subtraction وليه هنقول ليه دلوقتي وإن شاء الله لو جات انتوا حافظينها subtraction ممكن يطلع لنا برايم بس مش كل مرة. لكن مش كل مرة subtraction للبرايم يطلع لنا برايم أحيانا بس أي حاجة تانية ما يطلعش برايم. طيب السكوير لو خدت square root ال 5 not prime يبقى سكوير روت ال 5 نوت برايم. طب ملتبلاينج او ملتبليكيشن ما هو لو 5 تايمز 2 هيدينا 10 ما ينفعش. طب ديفيجن 5 ديفايدد اني نمبر هيبقى فراكشن يا اما 5 يبقى ايكوال 1 1 نوت برايم يا اما mixed number 5 divided 2 divided 3 اما fraction of 5 divided 10 divided more than 5. طب 5 power 2 power 3 power exponent ما ينفعش. يبقى اللي ينفع بس subtraction ممكن مش دايما يعني 5 minus 2 يدينا prime. طيب 5 minus 1 ما يديناش prime 4. اي حاجه تانيه هنا صعب جدا يدينا برايم. اذا انا عملت اوبريشن عشان تطلع لي برايم نمبرز تمام يبقى البوسيبل اوبريشن كود بي ليد تو برايم نمبرز سبتراكشن. اتفقنا؟ طبعا الملتيبليكيشن شود بي مور ذان 1 ديفيجن شود بي مور ذان 1 لان 1 و1 في المالتيبليكيشن والديفيجن وي كولد ات
neural او neutral identity multiplication identity، ما ينفعش ادخله في الحسابات معانا هنا، ما بيتاثرش الرقم. ناخد في المالتيبليكيشن والايدنتيتي، والمالتيبليكيشن والديفيجن ما بتاثرش الرقم في المالتيبليكيشن والديفيجن. ناخد سؤال جديد، السؤال الجديد بتاعنا بيتكلم عن بارامتر او variable. say a is a number، ما قالش prime. a has other than one and itself. ال a هنا not prime. تمام. But the numbers D only prime factors. A is not perfect square. Not 4. Not 9. Not 16. And so on. Not perfect squares. What is the smallest number A can be? طبعا ده perfect square ما ينفعش. نجرب هنا. ينفع ده اعمله فاكتورايزيشن. مين بقى الفاكتورايزيشن بتاعه؟ 10 و 1 اساسي، 2 و 5. هل ال 2 وال 5 برايم؟ برايم، يبقى التاني ينفع، ده اول حاجه. بس هو طالب ايه يا مستر؟ طالب سمولست. نكمل، تعال نشوف ال 8 ينفع. 8 تايمز 1. طيب 8 ملتبلاي 4 يبقى 8 و 1 و 4 ما ينفعش، ده مش برايم، يبقى ال 8 بره. طيب ال 2، ال 2 اصلا برايم، ما اقدرش اشغله. طب 6، 6 تايمز 1، 2 تايمز 3، دول ينفعوا، يبقى ال could be answer 6 and 10 و 10 is smallest، يبقى ال answer is 6. لان 6 smallest number. all factors ليه بعد 6 وال1 برايم نمبرز، التن نفس الحكايه بس التن اكبر. تمام، يا رب السؤال يكون واضح. ناخد سؤال جديد عليها. What is the largest prime number less than 100؟ طبعا من الحفظ احنا حافظينه ولسه مسمعينهم على طول. 97 اللي ناسي ال 91 نوت برايم، هيقبل على 7 ديفايد باي 7 شغال. 89 برايم، 93 نوت برايم، ال 5 نوت برايم، اونلي دول اللي برايم. واكبر واحد معانا مين؟ 797. السؤال اللي بعده، السؤال اللي قلت لكم عليه في الشرح، which is prime. طبعا نوت برايم هيقبل على ال 11 ديفايد باي 11، وكلهم ده نوت برايم ديفايد باي 11. اني سيميلر ديجيت ديفايد باي 11 كان بي. ذيس از ايفن ما يقبلش. نوت برايم ديفايد باي 2 ما ينفعش. ذيس از 11 سكوير، يعني اوريدي يقبل على ال 11 ويقبل على ال 1 وال 2 1 1، وكنا قلناها في مساله من المسائل. يبقى معانا only 101 is a prime number. شفتوا ازاي اعرفها بسرعة لو انا حافظ من 1 ل 100 واعرف اجيب البرايم نمبرز ازاي؟ هتبقى سهلة جدا معانا. سؤال جديد معانا، نمبر 11، اخر سؤال معانا النهاردة. If B a prime number, what could be? Not obligation, not obligation, not must be. Could be also prime. فناخد مثال كبير شوية، نخليه مثلا 5، ولا ناخد أصغر واحد ولا واحد أكبر. طيب هل ال 5 لما أعمل له تريبل في التايمز هيبقى 15؟ 5 باي 3 15، 15 نوت برايم، يبقى ما ينفعش. طيب ال 5 أعمل لها سكوير 25 نوت برايم، ما ينفعش. ال 5 أعمل لها تايمز 2 دبلد بقت 10 نوت برايم، ما ينفعش. could be 5 minus 2 is a prime. 5 minus 2 is a prime. could be prime. but not all prime do like this. لو انا خدت 2 مش تنفع. بس هي قاعدة واحنا اتفقنا وشرحناها. could be subtraction
yaldız or gets a prime number in a prime. يبقى ال prime number من غير ما أعمل كل الدوشة دي مع subtraction بس ممكن يطلع لنا prime، غير كده لا. prime numbers مع subtraction بس ممكن يطلع لنا prime وممكن لا. مع أي operation تانية لا. دي بس اللي صح. يا رب تكون حلقة النهاردة خفيفة، وابني اللي طلب ال prime numbers في السات سات 2 ليفل 1 يكون فهم الأسئلة بتيجي إزاي. وحطيت لكم صور برايم نمبرز، إن شاء الله صورة برايم نمبرز على الفيديو لغاية الـ 100. حاولوا تحفظوها قد ما تقدروا، وأشوفكم مع حلقة جديدة من الطلبات إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.